اهلا بكم مشاهدينا الكرام وجوله جديده في عالم الصحافه المحليه والعربيه والعالميه الصادره صباح اليوم. والى التفاصيل ونبدا هذه الجوله من صحيفه الجمهوريه. وتحت عنوان السيسي خلال استقباله الامير فيصل ابن فرحان خصوصية استراتيجية العلاقات المصرية السعودية ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة لا سيما في ظل الظروف الدقيقة والتحديات التي تواجهها. وزير الخارجية السعودية المملكة حريصة على تعزيز أطر التعاون ومواصلة مسيرة العمل المشترك. من جريدة الأخبار الرئيس السيسي يتابع مع مدبولي والقصير منظومة الإنتاج والأمن الغذائي. السيسي تطوير الزراعة التعاقدية لدعم المزارعين وتعزيز دخلهم 50,000 يسجلون بذلك التنسيق واليوم فتح القدرات للدبلومات ومد موعد التقدم للالتحاق بكلية الشرطة لمدة 7 أيام. من صحيفة الأهرام مدبولي توفير التمويل اللازم للسلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج. كامل الوزير توجيهات رئاسية بالتوسع في وسائل النقل الأخضر. مصر تشارك في المؤتمر الإسلامي لوزراء الشباب والرياضة خفض ضريبة الوارد على 150 صنفا من مستلزمات الإنتاج. من صحيفة اليوم السابع مدبولي يتابع الجهود المبذولة من قبل اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس واللجنة تستجيب ل 524 حالة في أغسطس. التعليم تواصل استعداداتها للعام الدراسي الجديد وتلزم المدارس الدولية بنسب الزيادة المقررة سنويا وتحذر من تحصيل أي رسوم مخالفة لذلك. إلى الصحف العربية ونطلع من صحيفة اللواء اللبنانية. السيسي وبن فرحان يبحثان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية. مفتي الجمهورية اللبنانية يستعيد المبادرة لمؤتمر جامع الشمل في 24 من سبتمبر. باسيليو عرقل وجعجع لن يقبل وصوله إلى بعبدة. انطلاق مناورات الأسد المتأهب العسكري بمشاركة 27 دولة في الأردن. من الشرق الأوسط رئيس البرلمان العراقي يطرح خطة من 10 نقاط لتجاوز الأزمة. إسرائيل تتهيأ لانتفاضة ثالثة في الضفة. فشل اجتماع للفرقاء السودانيين برعاية الآلية الرباعية. روسيا تتوقع انتهاء أزمتها مع الغرب يوما ما بالتفاوض. من صحيفة الاتحاد الإماراتي التيار الصدري يطعن في قبول استقالات نوابه. اليمن الحوثي يختلق أزمة وقود في مناطق سيطرته. وتجدد الدعوات الدولية لتشكيل حكومة مدنية في السودان. ليبيا نأمل بتسوية شاملة بدعم من الجامعة العربية. سقوط مروحية عسكرية ومقتل طاقمها في حماة. من الدستور الأردنية إصابة 6 من جنود الاحتلال في إطلاق نار على حافلة إسرائيلية. اقتحامات واعتقالات في الضفة الغربية ومخطط استيطاني سيؤدي إلى عزلة القدس الشرقية. رئيس البرلمان العراقي يطالب بانتخابات مبكرة في نهاية 2023. وباكستان أضرار السيول تتجاوز 10 مليارات. إلى أبرز ما جاء في الصحف العالمية والبداية من صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية. روسيا ترجى معاودة افتتاح خط أنابيب في ضربة لأوروبا. السفير الأمريكي لدى روسيا يترك منصبه. إيران تطالب بإغلاق تحقيقات وكالة الطاقة لتوصل اتفاق نووي مستدام. مقتل 8 في زلزال بأفغانستان ومخاوف من سقوط مزيد من الضحايا. من الاندبندنت البريطانية رئيس الحكومة الأوكرانية يطالب خلال زيارته إلى برلين بدعم عسكري أكبر لبلاده. ليز تراس تتعهد بتحرك فوري للتعامل مع ارتفاع أسعار الطاقة إذا أصبحت رئيسة للوزراء في بريطانيا. باكستان تقوم بتصريف المياه من أكبر بحيرة عذبة لتجنب الفيضانات. عودة إلى الصحف الأمريكية من وول ستريت جورنال. مساعد زيلنسكي ينشر صور لجنود أوكرانيين يستردون قرية بجنوب البلاد. ثلث باكستان مغمورة بمياه الفيضانات بحسب بيانات الأقمار الصناعية. فنزويلا تعاني من أزمة لاجئين مماثلة لأوكرانيا من حيث الحجم وبدون مساعدات. إلى ليموند الفرنسية ووزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي يناقشون وضع حد أقصى لسعر الغاز. زيلنسكي أوكرانيا استولت على 3 قرى في جنوب الشرق والجنوب. وزيرة الخارجية الفرنسية فرنسا تأمل في بداية جديدة للعلاقات مع لندن في عهد تراس. واستمرار تسجيل الإصابات والوفيات بفيروس كورونا حول العالم.
من أبرز التصريحات التي جاءت في صحف اليوم، نطالع من صحيفة الأهرام: معيط وزير المالية توحيد المعاملات الجمركية الميسرة وخفض ضريبة الواردات على مستلزمات الإنتاج. من صحيفة الاتحاد الإماراتية: وزير الخارجية الجزائري رمضان العمامرة: القمة العربية القادمة في الجزائر فرصة للم الشمل. ومن وول ستريت جورنال الأمريكية: زيلنسكي: روسيا تستعد لتوجيه ضربة قوية لجميع الأوروبيين في مجال الطاقة. بعيدا عن السياسة، نقرأ من صحيفة الواء اللبنانية: بعدما حذرت منظمة الصحة العالمية من أن طفرات حديثة من وباء كورونا قد تظهر في الأسابيع المقبلة بعد انتهاء فصل الصيف، دقت وكالة الدواء التابعة للاتحاد الأوروبي ناقوس الخطر من متحورات جديدة كليا قد تظهر في الشتاء، إلى أنه ورغم التحذيرات من الوكالة أن اللقاحات المتوفرة حاليا تفترض أن تحمي من الإصابة من مرض الحاد أو الوفاة. من الديلي ميل البريطانية: كشفت وكالة الفضاء الأوروبية أن فيضانات باكستان المدمرة نتجت عن هطول الأمطار الموسمية بغزارة فاقت المعدل العادي بعشرة الأضعاف، ونشرت صورا بالأقمار الصناعية ترصد حجم هذا الطوفان، كما حذرت من تضاعف الأمطار الموسمية في شبه القارة الهندية. ختام هذه الوقفة الصحفية، نشكر لكم طيب المتابعة، إلى اللقاء.